الاختصاصية والاستشارية بالتجميل الجميلة نهى معوض بعدها بضيافتنا، ومثل ما وعدنا كل المشاهدين هلا رح نشوف هيك تطبيقات على ريبيكا الحلوة، رح نشوف كيفية تركيب الرموش بطريقة سهلة، وكمان رح نشوف شيء ثاني على وجهها. رح نشوف طريقة وضع الحمرة، كيف فينا نحط لونين تنعطي للجفاف أكبر، حجم أكبر. مزبوط. أوكي. هلا هون بنشوف عينة لريبيكا، طلعي لفوق شوي. نشوف بيفور أند أفتر. بنشوف كيف حطينا لها هون. هلا اسهل هو بننصح انه اسهل تحط باند وحده كل سيده بالبيت، تما تقعد تحط اذا هي بدها تحط لحالها وحده وحده ويطلعوا مفركشين. بس نهى ما بتقل العين، لما تنحط بطريقه مظبوطه ما بتقل ابدا عادي، لانه بيقولوا الواحد واحد ايزي اكثر او اسهل يعني. ايزي هلا هو نحن بنقول ايزي، بس في ناس كثير بيلاقوها صعبه. يمكن انت معوده او في اشخاص معودين كل يوم يعملوا ميك اب بصير هين عليهم، بس اللي بدها تحط وحده وحده وخاصه ما بتستحكم انها تغمض عين وتفتح عين، بتصير ترجف عينها وما بتستحكم. سو نحن اليوم حتى لو بتستحكم اوقات بيطلع على بالها تحط هيدي الباند وحده. اذا بنشوف فتحه عينها طلعي شوي لفوق، بنشوف فتحه عينها كيف بتتغير لما نحطها باند وحده، وخاصه اذا مستعجله. بس هلا تتحط باند بتلاقي كمان صعوبه تتحطها. انا اليوم حبيت اعلمهم طريقه سهله كثير كيف يحطوها، وما بقى يعتلوا هم هالموضوع انه يقع تلزيق او تطلع لوقه او اي شيء. هلا التلزيق للي هو اصلا بيجي تيوب، بتستعمل الباتوني، هي بتجي علبه فيها هيك باتوني، او فيها تستعمل كردون او اي شيء، يعني اي شيء رفيع، اي شيء رفيع هيك يساعدها حتى اللي تحط ويكون سيفتي للعين طبعا. سو بتاخذ نتفه منهم للتلزيق، وعلى كابر الرمش من ميله فوق بتحط بوينتيه نقط. هيدي طريقة حتى لاختصاصيات التجميل اللي بيحطوهم بطريقة غير هيك، حتى مين ما كان واحد معه بالبيت إذا نقطة نقطة في يطلب منه إذا ما بيستحكم لحاله. مزبوط، يعني مين ما كان، يمكن حتى لو وحدة عندها بنتها صغيرة بالبيت إلا حطي لي نقطة نقطة. أنا فكرت بجوزها قلت بحط لها تلزيق بعينها. لا بنزلوا على تمها. أفكار سريرة. وهيك صرتي لو بدك تحطيها مش هي اللي عليها التلزيق ويمكن تلزق فوق وتجلمغي وتنزعي، ومهم انه نبلش من اول العين. سو بتنحط من اول العين تتعطي جمال. هيك مع ايديك شو هيني بحس واحد كان ما حطيناها. افتحي شوي. وهيك انحطيت، وبدنا ننتبه انه نفتحها، يعني من بعد ما نحطها نبرمها تما تطبق العين تسكرها. هلا حتى لما تحطي رموش شو مهضومه نهى. هلا ناس كثير دارج انواع رموش بشكل فظيع، مهمة يعني، عرفتي الرمشين رمشين الرمش ثلاثة ما بقى عم تعرفي النص وبالطالع. مزبوط. شو بتعرفي الست اي لون او لك تنقي؟ هلا دائما موديل، هلا دائما الاسود، والموديل دائما بده يكون ناعم اذا لك اليوم او انه ظهر عادية، بس اذا عندها مناسبة لا تكسفهم مثل ما انا هلا حطيت. هيدا شو بقوله له الستايل؟ هيدا العبي يعني بنقول له، واللي بيجي طويل بيذبح العين. طويل على جنب بتتغير فورم عينها كله بمجرد ما حطيناه له. بالوقت للي الميك اب كثير ناعم وخفيف ما نم او يطلع الميك اب. وفي شغله انه في بير من الرموش سبق وجيت قبل بمره وعملت بيرمانونت، للي ما بيعرف البيرمانونت للرموش هو انه نبرم الرموش هن اللي عندها اياهم اصلا بطريقه انه تفتح العين كمان. في ناس عندها رموشها هي اصلا طوال بس منن مبرومين، هيدا بيظلمها كمان ما ببين جمال. نهى هلا كثير دارج انه عم بيحطوا رموش يلي بيضلن لفتره طويله، هل انت مع الفكره ولا مش كثير؟ انا ضدها 200% مش 100%، لانه اذا بدها تخسر رموشها بتستعمل هالطريقه. انه يحطوا الرموش هي اللي على شهرين وكل شهر بفلوا هالقصص، تلزيقها مثل تلزيق العجيب هيدا القوي، يعني كثير متعب، يعني كل شعره عم بتعلقيها على الشعره، يعني اعتبري هي اللي تحتها عم بتموت اللي تحتها. كرمال هيك ابدا ماني مع، انا مع انه يركبوا الرموش لعجمعتين، ينتبهوا ما يجي مي على الرموش، يعملوا ديماكيون كل يوم، بس بيعرفوا انه رموشهم بامان ما بيتعبوا على جمعتين ما بينقزوا الرموش؟ ابدا. هلا اللي بتحط دائما تريح كل شي شهر، تريح جمعه افضل، لانه بالنتيجه كمان هيدي عين وبدها ترتاح بدها تتنفس، وفي مسامات اكيد للشعره بدها ترتاح، بس انه هيدي سيفتي اكثر. وهلا عم نشوف الشفاف،
ما استعملتي كونتور قبل حمرة؟ ايه ما بستعمل كونتور انا وما بحبزه كثير ابدا ابدا نهى ابدا. كل شنطة ميك اب صار لي قد ايه بالمهنة؟ مش اخبرك احسن مبين كثير كبيرة. ولا انا رح اسالك، ما بحب هالسؤال اصلا. ليكي خبرتك خبرتك بتكبرك نهى، استفلي كبرك بالقيمة. شوفي بيجوا لعندي بيقولوا لي يي تخيلنا بدك تكوني طويلة وناصحة. طب ليه؟ لانه انه بنسمع عنك سو لازم تكوني طويلة وناصحة. لانك انت بتطولي الرموش وبتظبطي الحواجب بالعيون وبتعطي نصايح. هيك بنكون ما عملنا كونتور بس غمقنا الشفاف من الداير وكبرنا لها شفافها مثل ما لاحظنا. ايه رسمتي على الحدود من برا تتعطيهم حجم شوي. اكزاكتلي. عادة بيقولوا الكونتور نهى لحتى ما يطلع الحمرة لبرا كأنه بيحمي إذا بدك أكثر غير أنه بيحدد. إذا يعني فيك تقولي هيك بس هو نحن لما بدنا نحط حمرة أوريدي حتى باودر أنت على وجهها يعني حتى فوندوتان وبودر وهيدا الشيء هو بحد ذاته بيهدي لك الكونتور. وفي شغلة هون رح أعطيها نصيحة كمان بالنسبة لهي الموضوع تما تشط الحمرة. اليوم لما تحطي حمرة أفضل تحطي فوقها من زيت لونها، هلا رح تستغربي هيدي الشغله بس هيدي نصيحه كثير حلوه، فوق الحمره الكريم بتحطي باودر، باودر للي هو الاي شادو، اي شادو من زيت اللون. وشوفي الحمره ما بتعود تروح كل النهار. هيدي انا بشتغلها بشغلي. الحمره مثلا عم تحطي لها على اورنج بتحطي فوقها من زيت اللون اي شادو. تعمل فيكساسيون عادي بالبانسو زيتو بتشيل. يعني ما عدنا بحاجة للتكنيك تما تبين البوسي صارت هيدي. ايه مزبوط. هلا هيدي نعتى الهم البوسي بطلت كثير. الا الاشخاص اللي بعدهم بيعتلوا بطلوا يعتلوا عشان رح يصيروا بيتباهوا. لا صاروا بيتباهوا انه ليكوا البوسات على خدي مثلا. ايه مزبوط. سو هلا حطينا اللون رح نحط لون تاني جواته للشفاف للي هو الفاتح كتير. سو منحط الفاتح بالنص هيدا شو بيعطي؟ كأنه الشفة بومبي. كل شي فاتح يعني بيكبر الفوليوم بيعطي الفوليوم أكبر. سو منحط الفاتح بس ليكي كيف بأي طريقة هي أحلى طريقة لنفوت الفاتح بالغامق هين كتير للي ما بتعرف عم تتعلم وبتصير تحب تحط حمرتها حتى لو غامقة هي بتكون غامقة بس بذات الوقت فيها شي فاتح. لنبطل هلأ كتير دارج الحمرة الغامقة بتحسي خاصة إذا مقوية مكياج عيونك أحلى يكون شفافيك لون ناتر يعني أو هيك خفيف ناعم تيعطيك جمال قوة ميك أبك على عيونك. سو هيدي الطريقة بتكبر الشفاف عكس إذا الوحدة شفافها كبار وبدها إياهم يبينوا صغار ساعتها بتحط الحمرة عادي هون اللون الأغمق جوا وما بتركز على الكونتور ساعتها هيك حدا عبيره يصغر شفافه مع هالكذا فكر مع هالمدة لخبرك مين للي عم يلتجوا لعمليات التجميل وبيصير معهم غلط أوقات وبيكبروا شفافه وبيصير بدهم طريقة تيصغروا أو هن بيبقوا الجانسيف الحنك عندهم لقدام. اوكي سو بيكون أصلا هالفورم الشفاف ما بيلبق لهم أن يكبروه بدهم شيء تيضبوا بيلتجوا لهيدي الطريقة. وهون بننصح لما بدهم يصغروا شفافهم يصغروا عن الطرف مثل ما مرق بالريبورتاج قبل شوي ويتركوها شوي كبيرة من غنوجي تطلع غنوجي. سو هون البلاش هلا بضل البلاش بنحط اللون الوسط بنترك تحت العين فاتح بنحط الوسط على راس الخد ودائما بخلط انا البرونز مع البودروز مع البينك ما حلو برونز لحاله ولا حلو بينك لحاله. هلا لما لما احط هون اللون المخلوط ساعتها برجع بحط الاغمق شوي للي هو البرونز هون هيك بتعطي ايه للوجه جمال اكثر وللمكياج غنى اكثر. سو هون بغمق اكثر هون بحط وسط وعلى وتحت هون على نص الخد بحط اغمق شوي وخلص بفلشو هون ما بنزل بحط هون. هيدي الطريقة بتعطيك جمال لمكياجك وبتعطي صحبة الاوفال. احنا معودين الستات اخر شيء البلاش على كل الوجه. ايه في منهم بحطوا على كل الوجه هي منا الطريقة البروفيسيونيل، الطريقة البروفيسيونيل انه تركزي هون على هالمناطق تتقسمي وجهك هون تتركي فاتح ما تغمقي، إذا كانت المدام وجهها عندها الدوبل مونتون كبرت شوي بالعمر وصار عندها هون ترهل بنغمق لها او بتغمق هون، اذا كان دقنها كثير طويل بتغمق هون تتصغير، والمنخار دائما حتى لو كان منخارها صغير دائما تغمقه كله احلى احلى بكثير لانه بيعطي نعومه
للوجه انديركت طريقه غير بالبرونز مباشرة. يعني عم تقصدي البرونز للي هو حطيت منه انا بلاش الطبقه الثانيه هون وعلى الجبين بنترك الجبين من هون فاتح ومنغمق هون. طيب نهى عن جد لكل اللي بدهم يتابعوا كل هالنصائح عندك على اليوتيوب قصص لإلك يعني لكل الستات اللي بهمهم يعرفوا كيف يعملوا هن الميك اب يستفيدوا من هالنصائح؟ اكيد هلا على اليوتيوب في عندي بيوتي تيبس باي نهى معوض بيكتبوا بيوتي تيبس باي نهى معوض أوكي. او بمجرد ما يكتبوا نهى معوض بفوتوا على كثير فولدرز وابيزودز موجودين وكل ابيزود هو عليها التايتل شو تتعلمي بهالابيزود وعن شو بيحكي الموضوع أوكي. حتى كل الفقرات اللي مرقت معكم فيها كلها نزلت هون وكمان بيقدروا اصلا ما نقول لك على الانستيتو حتى بس نروح لعند نهى على الانستيتو كل حلقاتنا وكل لقاءاتنا بتكون موجوده لكن لنا حصه كبيره راغده وانا لان اغلب المرات نسائب معك على الهواء وهيك موجودين عندك على طول يا اهلا وانا كثير بنبسط فيك ونحن يا ريت بتضلوا عندي لو في وقت بنضل عندك بس بتعرفي مع عجقه الشغل بس كل ما هيك نشوف بنتحمس بس نقول لازم نحن في عنا صور كمان رح عنا اتصال يمكن اتصال قبل عنا اتصال نادين معك. مرحبا يا نادين بونجور بليز بقدر احكي مع مدام نهى اكيد عم تسمعك تفضلي بس بدي اسالها امتى بتستعمل نسر الرمش يعني من نسر العين ولا برا للزاويه الخارجيه وامتى بتستعمل الرمش الكامل يعني لاي نوع من العيون وانت بتستعمل الرمش الفل او الرمش اللي فيه سبيسز يعني في رموش حتى بتشوفيهم بيبقوا بعد عن بعض اوكي في نوع من الرموش بيبقوا كثير فل اوكي اوكي في شيء بدك تسالي لنادين اوكي ميرسي لاتصالك ثانك يو نادين هلا اذا كانوا عيونك كبار بنقول لهم عيون مبرزقين باقين لبرا ما بيلبق لهم تحط الرمش كامل تحطي هون لان بتساعد العين لتظهر وتكبر من مطرح ما هي اوريدي كبيره وما لازم تكون كبيره سو هون بينحط باخر العين وهون بنستعمل الرمش رمشه بنحط باخر العين شو بتكوني عملتي هون وضحتي وكبرتي اخر عينك تتذبح من الاخر وتركتي هون مطرح ما هو اصلا اوريدي كبيره العين تركتيها ناعمه وما حطيتيها الا انجأ شويه ماسكارا هلا لمين بتحطي الباند الكامله؟ اكيد عبيه بدك تحطيها للي عيونها صغار او دبلانين لان بتفتح العين بتفرفح وبتعطي جمال اكثر وبالنسبه للرموش للي بعيد عن بعضهم انا ما بحبهم كثير لانه بالنتيجه ببين انه عندك فراغات واذا بدك تحطيهم بدك ترجعي تحطي وحده وحده بيناتهم تتعبي الفراغ الموجود. اوكي من الموجود شوت طيب بالوقت المتبقي عنا في عنا صورتين رح منشوف الشفاف المعمولين البيبي بينك هون اول ما يخلص مثل ما قلت لك ببين انه حتى فيشيا يعني الروز الغامق اغمق من ما بيطلع بعدين مزبوط هون على الكاميرا عم بتلمع انما هو كله زيت اللون بيطلع بس في تكنيك الشغل اللي بتنشغل ريور يعني بيضل مليل شفافك الاساسيه مش بلوك هيدي الاخر شو اخر هون اول فوق كيف كانوا شفافه هني اصلا حلوين عملنا الكونتور بس كبرنا قياس الكونتور بس هيدا اللي بنقله للتزعبر انه علون الشفاف وبنرجع بنحط الحمره لك بس تخلص ما بتعرفي انه نحط كونتور بتعرفي انه هيدا هو قياس الشفاف بس شو في فرق بين هيدا البينك وهيداك البينك لاحظتي انه هيدا ايه؟ بوادو روز هيدا روز هيداك عشيا ايه هون كمان بيدخل ذوق السيده شو بيلبق لها لشعرها وهي شو بتحب هيدا حلو على فكره ايه هيدا للي ناتشورال بوادو روز هلا هيديك لانها بايضه لبق لها كان كمان هون شفافها بيربل مثل ما قلنا اذا كانوا اصلا شفافها بيربل وبتدخن واللي بيدخن بصيروا شفافه هيك نعمل عملنا لها الكونتور كبرنا لها الشفه اللي فوق لانها صغيره ورجعنا بثالث صوره لحظه انسحب البيربل نهائيا من شفافها ورجعنا من بعد ما سحبنا البيربل عملنا لها اللون كثير حلو كمان هيدا هيدا انا بحبه كثير اللون هي انا عملته لشفافي كمان هلا اليوم حاطه شويه حمره بس عاده بظهر بلا حمره اوكي هون غيرنا شكل الشفاف من الساد ستايل للسمايلي ستايل للي انا بفضله لانه هو بيعطي صغر بالعمر بنلاحظ بس نكبر شوي بصير ساد ستايل بيقشطوا من عن جنب نحن هون زعبرنا كيف بشكل الشفاف كبرنا لها الشفه اللي فوق وعملنا لها اياها سمايلي ستايل ورجعنا عملنا لها حمره بيناتهم، هلا بلا ما تضحك بتحسيها كانها هابي وهذا الشيء بيعطي ريلاكس وقريبه على القلب اكثر وصغيره اكثر يعني بين شفاف حدا اصغر بالعمر هون هيدا سؤال سالتيني قبل شوي راغده انه اذا اللون ميلانين وهالقصص أي. هون حطوا لها لون بوادو روز على اساس اجت لعندي قالت لي انا شوفي شو صاير فيي صورتها لا مش معقول صدقيني صورتها
كانت بحالة ما خلت شيء، عملت ليزر، عملت ديتاتو بطريقة غلط مزج الألوان، سو أكيد ما زال ما يروح اللون صار يدبغ أكثر. يطلع أكثر. سو أنا هون تركتها بلا فوتوشوب للصورة قصد، هون صورتها من بعد 5 جلسات، أكيد هيك حالة هالقد غلط ما بتخلص من جلسة. بدها شغلة. بس كانت مستعدة وأنا حطيتها بالأجواء وكنت صريحة معها، وهون المهم دائما نكون صريحين مع الشخص، إذا في تصليح، إذا أنت مسافرة ما أقبل أعمل هيك. سو إذا عندك تصليح لا، إذا مانك قادرة ترجعي لعندي ما نعمل من الأول. لأن ساعتها بتقول رحت عند نهى وما زبط وما بتكون كملت. ما بيهمني تظهر مبسوطة، بيهمني بس بعد جمعة النتيجة. يروح الكروت اللي برا إنها تضل مبسوطة. عندنا صور حواجب مها كمان هيك قبل ما ينتهي الوقت، بنكون عملنا جولة على كل شيء. هون الدبل ستايل بلا ما تكون عاملة تاتو غلط، كيف عملنا لها شعرها شعرها وهي صغيرة بالعمر، ما لازم تبين عاملة تاتو وكل حدا ما بيحب يبين. هون نعمل شعرها مع خيالها لما يبين مثل الزياح ريور، لانه اوقات شعرها شعرها بيعملوه ببينوا مثل الخيطان. سو بين شعرها وشعرها نعمل خيال خفيف تيبين كانه انه هي عندها شعر. وبنشوف هون البلوك الاسود كيف تحول لا يصير انعم ويفضى قلبه. سو كمان هيدي الحاله ذاتها اللي كانت مع داليدا خليل بيشوفوها في صور لها كمان everywhere فيسبوك وانستغرام وهيك. هون كيف الاسود تفضى من قلبه، كيف العريض لك كيف كان غلط اول ورفيع واخره عريض، كيف ترفع وداير من دار تكسروا الالوان ونحط مطرحهم البيج اللي هو على لون الجلده. وهون بدنا نذكر انه لون الجلده حتى مش حيلا بيج ينحط، إذا عندي أسود بدي غطيه لازم أحط بيج شي، إذا عندي أحمر لازم أحط بيج شي، لأن اليوم لما بدي محي إذا بحط بيج زيته بيطلع كمان اللون مش لازم وما ببين ناتشرال. هون كمان أول الحاجب تاتو عادي وآخره أوله شعرة شعرة وآخره عادي. بهالحالة كمان في سيدات بحبوا إنه أوله يكون شعرة شعرة وآخره يكون معبى على الآخر. والأشخاص إجمالا كمان اللي بآخر حجمهم ما عندهم شعر بيقولوا لي بحبوا بالآخر معبى على الآخر تما يبين إنه في فراغ. بس شو تغير حتى شكل وجهها يعني لما ظبطتي لها عقاريب؟ هون الحاله للشقر كثير للي بيخافوا كثير من التاتو بيكون كثير خفيف ورفيع حجبهم، بصيروا يقولوا شو ما نعمل بده يبين انه عاملين. كمان قد ما كنت شقره وقد ما كان لون شعرتك فاتح بينعمل بطريقه كمان شعرها بنيه غامقه مع خيالها بني فاتح. وبنكون صريحين انه هول النوع من الاشخاص للي بدهم يعملوا بني فاتح بدهم يعرفوا انه ما بيضاينهم كثير على السنه تقريبا بيروح. أوكي. او ساعتها بدهم يقرروا يعملوا تاتو عادي او يغمقوه شوي. بصير هون في حوار بيني وبينهم بالانسب اكيد. اوكي هو هن اذا لكان الصور هون بهالصوره اللي كانت قبل شوي صورتي حطوها هون عاملين حواجب هون عاملين شوفونا كيف بكل وقتهم قد ايه صار مرق وقتها لهم دائما بتجدديهم؟ انا كل سنه ونص تقريبا مجددهم ما بنطر تيروحوا على الاخير. وشفافي صار لي شي 7 سنين عملتهم بيبي بينك وبعد ما بدهم وبعدهم عليهم. نهى سيمينار القريب اذا الله رد بالكويت رح بتكوني، بنعطي موعد لكل اللي على بالهم يلاقوكي بالكويت، امتين رح بيكون؟ هو ب4 و5 نيسان، انا رح يكون لي زياره قبل، عندي اطلالات على التلفزيونات الكويتيه، كمان في اشخاص رح بتلاقيني تتستفهم اكثر فيس تو فيس، كمان باول مارس يعني ب4 و5 كمان رح كون هونيك، واذا الله رد سيمينار بيكون ب4 و5 باوتيل الرمادا. ان شاء الله بيكونوا كتار ويستفيدوا من خبرتك، لان هي كمان بدها قوه قلب واحد يعطي خبرته لغيره من الناس وين ما كان. شكرا لك نهى معوض وثانك يو كمان ريبيكا نعيما، لازم تعملي مشروع لان كثير ظابط مع اللوك. ثانك يو كثير لحضرتك. اهلا وسهلا فيك نهى. ومشاهدينا بنستكمل حلقتنا من بعد كل شيء له علاقه بالوجه والتجميل، رح ننتقل الى عالم الشعر والمزين اللي حمصي بضيافتنا بعد البريك.